إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم. ولنا الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مع لقاء بحثي حواري علمي متجدد وحوار مع باحث. دراسة دكتوراه بعنوان التوصيف اليزيئي والتنوع الجيني للفيتوبلازما في عمان باستخدام تحليلات جينات متعددة وعلم الجينوم الوظيفي لساب 11. تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا حتى نقربكم أكثر من هذه الدراسة البحثية في حلقة هذا الأسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالباحث الرئيسي لهذه الدراسة البحثية الدكتور علي بن مسعود الصبحي. أهلا ومرحبا بك دكتور علي معنا في برنامج حوار مع باحث. هلا بكم، وسعدتنا أكون معكم ألقي الضوء على دراسة الدكتوراه اللي قيمتها في جامعة سلطان قابوس. حياكم الله. هذه الدراسة تم إجراؤها في قسم علوم المحاصيل بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس في العام 2018 دكتور. فما هي الفكرة العامة لهذه الدراسة؟ هذه الدراسة هي كانت على أساس دراسة المكنسة الساحرة، أو اللي هي الفيتوبلازما المسببة للمكنسة الساحرة اللي تسبب الليمون العماني. وانتشرت في أكثر من محاصيل، أصبحت حتى في وصلت إلى 30 نبات تم تسجيل فيها تصاب بالمكنسة أو بالفيتوبلازما. فالدراسة كانت بالتعاون بين جامعة سلطان قابوس قسم علوم المحاصيل سابقا، والحين يطلق عليه قسم علوم النبات، مع مركز البحثي في نوروش اللي في بريطانيا، كان اللي هو جون إن سنترز.
نعم. طيب دكتور علي، دعنا نقترب من هذه الدراسة البحثية جزءا جزءا، ولنبدأ بأمراض الفيتوبلازما. فما المقصود بهذه الأمراض، وما هي أخطارها، وماذا تصيب تحديدا؟ أمراض الفيتوبلازما هي إذا جينا نعرف الفيتوبلازما أو نتكلم عن الفيتوبلازما، هو نوع من البكتيريا لكن بدون جدار خلوي، فقط فيها جدار بدون جدار خلوي لكن فيها سيل ممبرين. وهي نفسها من الصعوبة فيها إن هي صعب إن نزرعها في حاضنات أو في وسط غذائي خارجي عن اللي هو العائلة. ونفس الوقت وجودها في منطقة صعبة في العائلة، هي موجودة في منطقة مثل ما تعرف إنه في عندنا في عندنا الخلايا الغربالية اللي تنقل الغذاء من الورقة لجميع أجزاء الجسم، وعندنا الخلايا اللي هي نسميها الناقل للأوعية الناقل للماي اللي نسميها الزاليوم. نعم. فمن الجذور إلى الأوراق، فهي موجودة في الخلايا الغربالية، وهنا في صعوبة أن تقدر تصل إليها المبيد أو اللي هي يمكن تقاومها، فتكمن هنا الصعوبة وجودها في المكان، ونفس الوقت عدم قدرتنا في زراعتها في الأوساط الغذائية حتى نقدر ندرسها. نعم. هي تصيب بداية سجلت الأنواع الموجودة في عمان، إنه هو عندنا سجلنا لحد الحين 5 أنواع. نعم. نوع اللي يصيب الليمون أو الحمضيات بشكل عام، ونوع اللي يصيب القط مع بعض الكثير من المحاصيل، وأنواع أخرى تصيب وجدناها في بعض النباتات البرية مثلا هو السنة مكي، وأنواع أخرى من النباتات. نعم. طيب دكتور، أنت من خلال هذه الدراسة ماذا درست تحديدا؟ أنا كانت دراستي أو تخصص الدقيق هي المكنسة الساحرة أو الفيتوبلازما، لأن في الماجستير والدكتوراه أنا درست هذا المكنسة أو هذا الأمراض. نعم. مع أغلب بحوثي موجود في هذا المجال. أنا درست فيها ثلاث، كانت في دراستنا ثلاث أربعة محاور. المحور الأول درسنا اللي هي مجموعة الفيتوبلازما أو المكنسة الساحرة اللي تصيب القط وما حولها، فوجدنا أنها تصيب، سجلنا 11 نوع من المحاصيل الحقلية من المحاصيل الاقتصادية تصاب بالمكنسة، من ضمنها القط والسمسم ونباتات أخرى اللي هي القط والسمسم الجرجير، الطماطم، السبانخ، الجزر. نعم، هذه كلها تصاب بال 11 صنف. مع بعدين درس ونشوف الاختلافات الجينية الموجودة في بينها، فوجدنا أن هي أغلب الجينات الموجودة في الجروب هذا اللي نسميه جروب 2 دي ثابتة. ونفس بعدين درسنا نفس الاختلافات الجينية الموجودة اللي تصيب مكنسة الساحل اللي تصيب الليمون، على أساس أن هناك المحاصيل، لكن هنا لا، هنا فقط الليمون درسنا هل في عندنا اختلافات بين المناطق وفي عمان، ونفس الوقت تأثير البيئة، هل مثل البيئة لها دور، لأن مثلا في صلالة الأعراض المكنسة ما تظهر بالشكل الوضوح مثل أعراض المكنسة لما تظهر في الشمال، فنريد كنا ندرس أنه هل هناك في اختلافات، فما وجدنا اختلافات جينية، فإذا يمكن هو كان له دور للبيئة اللي بهذا. بعد ذلك درسنا اللي هو نوع جديد من المكنسة اللي سميناها جروب 2W اللي هي كانت تصيب نوع من النباتات البرية. والمحور الرابع اللي هو أهم محور كنا درسنا اللي هو التفاعل اللي هو الجين اللي هو مسبب للمكنسة اللي يسبب لأعراض المكنسة اللي هو ساب اللفن، فدرسنا هذا التفاعل ومع أي من الجينات يأثر على النبات على أساس أنه يؤدي إلى عمل المكنسة، فوجدنا أنه هو يأثر على 3 جينات اللي هو موجودة في النبات. نعم. هذا السبب اللفن، فعلى أساس أنه يؤدي إلى عملية اختلال في وظائف النبات، ويؤدي عمل الاصفرار ومثل ما تشوف الأعراض اللي هي تكون عندك أوراق صغيرة، سيقان صغيرة، ففيها تكثف من هذا. فكانت هذه هي الدراسة بشكل عام، الأشياء اللي ركزنا فيها في الدراسة. نعم. هذه الدراسة يعني مما تفخرون به دكتور أنها تعد الأولى عالميا التي تسجل أمراض الفيتوبلازما من مجموعة 16 سيرل
-D في الجزر والسبانخ والجرجير والبازلاء، كما يعتبر أول تسجيل لأمراض الفيتوبلازما في الطماطم والسبانخ والجرجير والجزر والكوسة والبازلاء والباخل في سلطنة عمان. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن مراحل هذه الدراسة، المراحل الدراسة هي بدأت في 2014 فامتدت إلى 4 سنوات وتقريبا ونص. بداية الدراسة كانت جمعنا العينات أو عملنا نوع من الرصد للمكنسة أو الإصابات المكنسة من جميع عمان، فعملنا مسح ميداني من جميع مناطق عمان، فكنا نجمع العينات اللي هي تصاب من المحاصيل، وهذا مع ننظر اللي هي النباتات الأخرى اللي هي مثل الحشائش اللي حول المحاصيل على أساس نعرف إنه وين تكون نفسها موجودة. هذا مع جمعنا بعض اللي درسنا بعض الدراسات البسيطة عن النواقل، لأن هي المكنسة والفيتوبلازما تنتقل من نبات إلى نبات آخر عن طريق نوع من النطاطات، فكنا ندرس هذا النوع من النطاطات وجود الفيتوبلازما داخل النطاطات على أساس نعرف أي اللي يساعد على انتقال أو انتشار المكنسة. بعد ذلك تم دراسة اللي هو التسلسل الجيني لأكثر من جين، كان تقريبا 5 جينات، فدرسنا التسلسل هذا وشفنا الاختلافات الجينية الموجودة بين الفيتوبلازما اللي درسناها. بعد ذلك اللي هي في دراسة اللي هي دراسة تفاعل الجينات ونفس الوقت اللي هو مع النبات، هذه الدراسة عملت في بريطانيا بالتعاون في مركز البحث اللي هو جون إن سنترز تحت إشراف بروفيسورة تركة، فتم عملية دراسة تفاعل الجينات وطريقة اللي هي كيف إن هذا الفيتوبلازما تأثر على النبات وتخليه يعمل الأعراض اللي كنا نشوفها. فهي كانت في 9 أشهر كانت دراسة في بريطانيا على أساس تفاعل هذا الموضوع، والحمد لله كانت نتائج طيبة، وحتى تم نشر الورقة العلمية الأخيرة بهذه السنة اللي هي الدراسة اللي قيمت في بريطانيا. نعم. طيب ما أهم النتائج التي خلصتم إليها مع ختام أو قبل نشر هذه الدراسة البحثية وإعلان نتائجها؟ النتائج لو اللي هي خلصنا فيها إنه عندنا في عمل حتى الحين عندنا تنوع كبير في الفيتوبلازما المكنسة، عندنا اللي هي عدم انتشارها في محاصيل أخرى اقتصادية، المناخ أغلب الفيتوبلازما أو النوعيات اللي منتشرة اللي هي اللي تصيب القط لأنها أكثر ضراوة عن اللي تصيب الليمون، اللي تصيب القط لأن فيها نوعين من الجينات اللي تسيطر على النبات اللي هو ساب اللبن، وفي في ساب ثاني جين ثاني لم ندرسه في الدراسة أو نضمنه في هذه الدراسة لكن في طور دراسته اللي هو ساب 54 نسميه، لأنه هذا الساب لأنه الجين اللي هو ساب اللبن فقط مسؤول عن عملية يعمل السيمتومز اللي هي تقزم في النبات وكثرة الأفرع وصغر الأوراق، أما الجين اللي هو مسؤول عن ساب 54 فهذا اللي هو يعمل مع يأثر على اللي هي الزهور، فبدل الزهور أنك تكون زهرة عادية لا تكون زهرة غير عادية تكون على شكل أوراق أو اخضرار، فلهذا السبب المكنسة اللي تصيب القط هي أخطر وأكثر أجريسيف نسميه إحنا أكثر شدة أو أكثر ضراوة، لأنه وجدناها تصيب الحين في الدراسة هذه مسجلين في 12 محصول، خارج الدراسة مسجلينها تقريبا في 20 نباتات أخرى وفي محاصيل جديدة قاسين تسجل نفس الوقت اللي هو الجروب اللي هو الليمون لم نجدها خارج محصول الحمضيات، فدائما في الحمضيات لأنها هي أنا تعتبر أضعف لأنها فيها فقط جين واحد اللي يعمل الأعراض، أما في مجموعة القط تعمل جينين اللي يسيطران، مع إن بدأت تنشر وجدناها آخر تسجيل لنا كانت في النخيل، لكن النخيل لحد الحين إصابتها تكون إصابة بسيطة فما يأثر على الإنتاج لحد الحين، فنسأل الله أنها ما تتطور وتأثر على الإنتاج أو بشكل أكبر. تبقى المقاومة لأن الناس كثير من الأحيان
يجيك مثلا أو عامة الناس أو الناس يقول في حصلنا علاج أو ليس لها علاج. هي صعوبة العلاج لها لأنها مثل ما خبرتك هي صعب لحد الحين صعب أن نزرعها في بيئة صناعية غذائية، ونفس الوقت هي موجودة في منطقة اللي هي الخلايا الغربالية، فهنا موضوع السيطرة عليها أو من الصعوبة. والمرض هذا المكنسة ما فقط اللي هي موجودة في عمان أو الفاتح بلازما، هي كل دول العالم تعاني منها. الليمون الحين منتشر موجود في عمان، موجود في الجوار، فيسبب لهم مشاكل في الليمون. في الدول الأخرى عندهم محاصيل اقتصادية ثانية مثلا التفاح، العنب، مثلا في الأشجار الغابات، نوع من في الخوخ والأكثر من محاصيل فاكهة، لكن يبقى الاختلاف في نوعية الفايتوبلازما، لأنه هو الفايتوبلازما تعتبر أنواع مختلفة مثل أي مرض، في بعض المرض كل مرض يسبب نوع معين، لكن في النهاية هي نوع تكون في نفس الفايتوبلازما نفس الحص لم يجد علاج معه. الحين أفضل علاج اللي هو الحين في الوقت الراهن يا نعتمد على اللي هي الأسلوب الزراعي، معناها نقوي النبات، نعطي اللي هو الرش الوقاي عن النواقل، الري المنتظم، تسميد المنتظم، تقليم دائم، نحاول نستخدم اللي هي لو نزرع محاصيل من يكون نزرعها من عقل أو من نباتات غير مصابة على أساس ما يكون عندنا المرض موجود متقدم. فهذا لحد الحين انه عالميا لم يجد له، لان احنا دائما عندنا تعاون واتصالات مع مختلف البلدان في موضوع التعاونات البحثيه في هذا الموضوع. نرجو لكم مزيدا من التوفيق، ونشكرك على هذا الايضاح المهم حول هذه الدراسه البحثيه الدكتور علي بن مسعود الصبحي، الباحث الرئيسي في دراسة الدكتوراه بعنوان التوصيف الجزيئي والتنوع الجيني للفيتوبلازما في عمان باستخدام تحليلات جينات متعددة وعلم الجينوم الوظيفي ساب إلفن. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا جزيلا أخي العزيز، وبارك الله فيكم على تسليتكم لهذا الضوء على المكنسة الساحرة، لأن كثير لم طاف حقها، فإن شاء الله في المرات القادمة نحصل على العلاج ويكون ناجح بإذن الله. أحسن وتوفيق. شكرا لكم. أحسن. بارك الله. شكرا لكم، والشكر موصول لكم جميعا المستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا. إلى اللقاء الذي يتجدد معكم مع حوار آخر الأسبوع القادم. إلى الملتقى. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع